السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا ان شاء الله مع الدرس الثامن. في ملاحظة كنت عاوز احكيها المرة اللي فاتت وبنسى كل مرة، انه يا ريت حدا يفتح موضوع على القرية الالكترونية، نبقى نتناقش شوية هناك او نشوف الشغل اللي انتم ممكن بتشتغلوه، من الحماة، من قراية مقاومات، من حاجات زي هيك. فأرجو إنه أحد الأشخاص يفتح موضوع وأنا حدخل عليه إن شاء الله وأجاوب على بعض الأسئلة، وممكن برضو هذا يساعدنا في توضيح بعض نقاط عاوزين الإخوة يستوضحوها في الأساسيات. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إحنا إن شاء الله مع الدرس الثامن، حديث عن قوانين كيرشوف، وحن شاء الله ننهي موضوع قراءة المقاومات الخماسية والسداسية والمطبوعة. حكينا المرة اللي فاتت إن شاء الله إنه اتصال المقاومتين على التوالي بيزود قيمة المقاومة الكلية، وهذه إلها قانون اللي هو المقاومة الكلية بتساوي مجموع المقاومات، يعني ميم واحد زائد ميم اثنين زائد ميم ثلاثة. وشفنا الشكل هذا، قلنا لحساب التيار احنا نستخدم قانون أوم. قانون أوم هو القانون الأساسي في علم الإلكترونيات كله، يعني من خلال هذا القانون تفرعت القوانين الثانية، أو كل القوانين انبثقت من قانون أوم. قانون أوم نصه الأكاديمي مش كتير بهمنا، لكن احنا بهمنا نعرف انه لو كان عندي مقاومة مر فيها تيار 1 أمبير وكان على طرفيها جهد 1 فولت، فلازم تكون قيمتها 1 أوم. أو لو كان عندي مقاومة 1 أوم مر فيها تيار 1 فولت، يبقى لازم يكون على طرفيها 1 فولت. أو لو كان عندي مقاومة قيمتها 1 أوم وعلى طرفيها 1 فولت، يبقى لازم يكون بمر فيها 1 أمبير. كنا في نهاية الدرس السابق تحدثت عن الفيديو، وليش لما احنا وصلنا مصباحين على التوالي ما انطبقش معانا إضاءة المصباحين أو التيار زي ما انطبق معانا في المقاومات، وحكينا إنه هذا له علاقة بتغير مقاومة المصباح. أنا حاولت خلال الفترة السابقة إن أعمل لك منحنى لا تغير مقاومة هذا المصباح بالنسبة للجهد أو بالنسبة للتيار اللي بمر فيه. ركز معايا كويس في المنحنى عشان انت برضو ممكن لو كنت حابب تتعلم شغلة تعمل إلها منحنى وتكون فاهمها أكثر. أنا هنا بأحسب التيار حساب، يعني التيار هذا اللي احنا نشوفه هنا هذا محسوب حسابا، أو مقاس قياسا، عفوا يعني مقاس قياسا، إنما المقاومة هي المحسوبة حساب. كيف حسبت المقاومة؟ على حسب قانون أوم. فعندي المقاومة أو المصباح لما يمر في تيار مقداره 122 ملي أمبير، المصباح يمر في تيار، هو المصباح ما تغيرش، يعني عندي مصباح صغير هو 6 فولت نص وات، لما يمر فيه تيار قيمته 122 ملي أمبير بتبقى المقاومة أو الممانعة الداخلية لهذا المصباح حوالي 8.2 من 10 أوم. هنا عامل منحنى للتيار بالملي أمبير، وهنا عامل منحنى للمقاومة. بنحط هنا أرقام مثلا 5 7 9 11، يعني درجتين. أنا بستخدم درجات زي ما أنا عايز، يعني ممكن أبدأ من 3 5، ممكن أبدأ 1 2 3 4 5، لكن على حسب المساحة المتاحة إلي من الصفحة أنا بأعمل القيم اللي أنا عايزها. لكن ما بينفعش أقول مثلا 5 9
خمسة تسعة وبعدين أقول 11، لا لازم يكون في بينهم سبعة عشان تبقى هذه القيم متوازنة. مثلا عند التيار 25 مللي، 50 مللي، 75 مللي، 100 مللي، 125 وهكذا. يبقى أنا جبت مصباح وصلته على جهد معين حوالي 1 فولت تقريبا، 1 فولت، ما بقدرش اجزم 1 فولت. واحد يقول لي ليش مش 1 فولت بالضبط؟ اللي اكتشفته انه الصينيين يعني في شغلهم مش ولا شديدة. يعني انا جبت 6 مصابيح ولا واحد اعطاني نتيجة زي الثاني، في كل واحد له مقاومة مختلفة وكل واحد له اضاءة مختلفة مع انهم من نفس الشركة ومن نفس الحاجة. وبالتالي انا استخدمت مصباح واحد على اساس اني انا اقيس التيار بتاعه وبس. فعندي تيار 122 ملي امبير، يعني عند ممر في المصباح تيار 22 ملي امبير، كان الجهد حوالي 1 فولت، فكان المقاومة تبعته حوالي 2.8 و 2.10. زودت الفولت شوية لحديت ما صار التيار 136 ملي امبير، المقاومة زادت. زودت التيار ل 156 ملي، المقاومة زادت اكثر. ل 173 ملي، المقاومة زادت اكثر. ل 200 ملي، المقاومة زادت اكثر، صارت 15. ل 283 ملي امبير، فاصبحت المقاومة حوالي 21 اوم و3 من عشرة. طب لو انا زودت التيار اكثر، ايش اللي بيحصل؟ لو انا زودت التيار اكثر، زي ما اكون انا جبت حبل وبشده على حيط، يعني رابط شقة تبعته، رابط ناحية منه وماسك أنا الناحية الثانية. كل ما أنا أشد الحبل أكثر، كل ما أنا أشد الحبل أكثر، كل ما بتوتر الخيط أكثر، كل ما أنا بشد الحبل أكثر، كل ما بتوتر الخيط أكثر، لحديت ما بصل إلى مرحلة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. طبيعي لو أنا زودت التيار أكثر برضو المقاومة حتزيد أكثر، بس مش على طول. نرجع لمثال الحبل، فلو أنا شديت الحبل كل ما أشده أكثر بتوتر أكثر، كل ما بشده أكثر بتوتر أكثر، لحديت ما بوصل لمرحلة إنه خلاص الحبل حينقطع، الحبل حينقطع. وهنا عندي ال 283 ملي أمبير. لو أنا زودت الآن الجهد عن ال 6 فولت، طبعا هذا حوالي على 6 فولت، الشغل هنا، الشغل هنا على 6 فولت. لو انا زودت الجهد اكثر من 6 فولت، طبعا ممكن تزيد توصل ل 25، بس في النهايه زياده الحراره اللي بتكون على سلك التنجستون اللي مكون منه المصباح حيؤدي الى انصهار، وبالتالي حتصير المقاومه لا نهائيه، بتصير المقاومه لا نهائيه. اذا مقاومه المصباح الاوميه اللي انا ممكن اقيسها مش هي المقاومه الحقيقيه اللي بتكون ساعه ما انا باوصله في التيار الكهربي. يعني لو انا جبت مصباح مثلا 220 فولت، مصباح 220 فولت زي اللي احنا بنركبهم في البيوت عندنا، او 110 فولت، وحاولت اقيس مقاومته او بالاوم، بلاقيها برضه 5 6 اوم. لكن كيف انا 5 6 اوم بحطهم في جهد ال 220 فولت؟ بيعطيني اضاءه ما بينفجرش، لانه المقاومه فورا تحت هذا المصباح بتزيد مع ارتفاع درجه الحراره التبعه. ملوش علاقه هنا الموضوع في كلما زاد الجهد زادت المقاومه، احنا بنحكي هنا عن علاقه موجوده خاصه في سلك او نوعيه السلك تبعت المصباح. يعني نوعيه السلك هي اللي فيها الخواص هذه، انه وهي بارده مقاومتها منخفضه، بس تسخن مقاومتها بترتفع. هي تتغير مقاومتها مع الحرارة، تتغير مقاومتها مع الحرارة. وأنا إن شاء الله يعني نسيت نسوة إن أنا أحضر المقاومات اللي بنسميهم بي تي سي وإم تي سي، اللي هي مقاومات هذه مخصصة إنه مقاومة إذا ارتفعت درجة حرارتها ترتفع قيمتها، يعني إيجابية. في مقاومات نوع ثاني إذا ارتفعت درجة حرارتها تقل قيمتها. ما تسماش طبعا مقاومه متغيره اطلاقا، لا، المقاومه المتغيره هي المقاومه اللي انا بغيرها بايدي،
المقاومه اللي انا بتحكم في القيمه تبعتها هي اللي بسميها مقاومه متغيره، انما في عندي مقاومات تتغير بالحراره، وفي مقاومات ايضا تتغير قيمتها بالجهد، بنسميهم في دي ار، هذه بتتغير بالجهد، يعني لو كان وتستخدم للحمايه طبعا، تتغير قيمتها بالجهد تستخدم للحمايه، يعني مقاومه تلاقي انه الجهد بتاعها مثلا 250 فولت، الجهد بتاعها 250 فولت، لو اجى عليها فولت لحد 240 245 فولت بتبقى قيمتها عاليه جدا، لو وصلها لو وصل الجهد ل 250 او زياده نتفه صغيره على طول بتعمل دروب، تعمل قصر، وبالتالي لا. بالنسبه للمقاومه النوعيه، المقاومه النوعيه موضوع ثاني يختلف تماما. المقاومه النوعيه لما بدي اقول مثلا المقاومه النوعيه للحديد مثلا 5، طبعا ما تاخذوش مني الرقم، يعني تقول انا المقاومه النوعيه للحديد 5، معنى ذلك انه انا بأجيب كوب متر حديد في متر في متر وبقيس المقاومه تبعته، فبتطلع المقاومه تبعته كذا. لما بدي اجيب انا اقول المقاومه النوعيه للنحاس، معنى ذلك انه انا هجيب كوب من النحاس، يعني متر في متر في متر من النحاس، واقيس المقاومه تبعته. طبعا المقاومه النوعيه للنحاس متهيئ لي حوالي نص اوم، 2 من 10 اوم، مش فاكر ارقام بالضبط، انما هذه اللي تسمى المقاومه النوعيه، اللي هي مقاومه تعتمد على النوع، مقاومه تعتمد على نوع المعدن. كيف تقاس هذه المقاومه اللي تعتمد على نوع المعدن؟ انه احنا بنجيب كوب يعني متر في متر في متر، وبنقيس المقاومه تبعت هذا الكوب، وبنقول هاي المقاومه النوعيه لهذا المعدن تساوي كذا كذا. لكن في النهايه احنا في شغلنا هنا مش هنتطرق لحاجه اسمها المقاومه النوعيه. المقاومه النوعيه لها حساباتها ومهمه، لكن هي ثابته للمعدن نفسه، يعني مثلا النحاس، بس لما بيقول لي المقاومه النوعيه للنحاس بيقول لي المقاومه النوعيه للنحاس الاحمر او المقاومه النوعيه للنحاس الاصفر، وبدها تكون درجه نقاوه ممتازه، يعني درجه نقاوه الف، هذه اسمها المقاومه النوعيه، اللي عن طريقها طبعا بتم حساب مقاومة الأسلاك بالطول بالعرض، لها قوانينها، لكن احنا الصراحة ما لناش شغل فيها، ممكن تعاون الكهرباء يهتموا فيها أكثر، المتخصصين في لف المولدات أو المحولات أو الملفات يعني بيهتموا بالمقاومة النوعية أكثر، لأنه بتفرق معاهم في الشغل، احنا لا ما لناش علاقة فيها، ما بندخلش في شغلها يعني. وهي ثابتة طبعاً لكل عنصر. نعم. حكينا أيضاً، طبعا هذا كان تعقيب على السؤال اللي كنت سالته الدرس اللي فات، انه السلك التنجستون هذا حتتغير مقاومته على حسب الحراره، وهي كل ما زادت الحراره حتزيد، قلنا الى حد معين بعد هيك بينصهر السلك. توصيل المقاومات على التوازي، توصيل المقاومات على التوازي قلنا بيتبع القانون التالي اللي هو 1 على ار تي تساوي 1 على ار 1 تساوي 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3 زائد 1 على ار 4 وهلم جرا، يعني ار 1 ار 2 ار 3 هي هم موصلين عندي بالشكل اللي احنا بنشوفه هنا. حكيت برضو انه عشان انا اوصل مقاومتين سواء توالي، من الناحيه العمليه احنا بنوصل مقاومات متساويه، يعني انا بوصل مقاومتين متساويتين سواء على التوالي او على التوازي، فروقات بسيطيه يعني كما مرت علي في الحياه العمليه، يعني الاقي مقاومه مثلا 100 كيلو ومقاومه 120 كيلو او 110 كيلو، بس ما فيش فروقات كبيره بين هذه المقاومات. في انا حكيت ذكرت برضو الحصه اللي فاتت انه المقاومات اللي بوصلها توالي او توازي بستخدمها متشابهه في القيمه وفي القدره كمان، وكمان في النوعيه، لانه انا في عندي مقاومات المعدن اكسيد المعدن، وعندي المقاومات الكربونيه، وحكينا مره قبل هيك انه مقاومات اكسيد المعدن، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مقاومات اكسيد المعدن بستخدمها للحمايه لانها نظف فلامبل، يعني لما بتنحرق لما بزيد فيها التيار ما بتهبش بتطلعش نار، لما بزيد عليها التيار بتطلعش نار، انما المقاومه الكربونيه لما يزيد فيها التيار بتسخن وبتدخن، ممكن تسبب لنا مشكله في الشاسيه. تعرضنا لقوانين كيرشوف، حكينا في قوانين كيرشوف وقلنا قانون كيرشوف
له قانون، يعني بيختص بالتيار، له قانون بيختص بالجهد، القانون تبع الجهد او تبع التيار، بقول المجموع جابري لجميع التيارات الداخله الى والخارجه من عقده يجب ان يساوي صفر. وفسرناها الحلقه المره اللي فاتت في اخر الدرس بانه انا لو عندي هنا بطاريه 6 فولت تبعتنا، عندي مقاومه 100 اوم، عندي كمان مقاومه 100 اوم، فانا في تيار حيدخل من هنا من النقطة هذه، افترضت انه التيار بيدخل بالنقطة هذه، وفي تيار هنا، فالعقدة هذه الخارج بنعطي له مثلا، ما دام هذا عديناه موجب يبقى هذا بندي له سالب، ما دام ادينا لهذا موجب هذا بندي له سالب، يبقى بصير انه هذا زائد هذا لازم يساوي، يعني الخارج زائد الخارج بيساوي الداخل. وطبيعي يعني طبيعي جدا، يعني لو انا تخيلت انه هنا عندي انا يعني بمثلها بماسوره مي عادي او انبوب مائي، يعني لو انا عندي انبوب ماء 1 انش مثلا وانا وزعته في طرفين، فاكيد انه الواحد انش هذه او كميه الماء او تيار الميه اللي بمر في الواحد انش هو اللي حيمر في المسراب في المسورتين الثانيات، لا حيجيني تيار من الخارج ولا حيجيني تيار من الداخل. في حالة تساوي المقاومات، يعني لو كانت هذه المقاومة بالفعل تساوي هذه المقاومة، حيكون التيار هذا بيساوي التيار هذا، بس القانون ملوش علاقة. يعني لو كانت هذه 1 أوم وهذه 100 أوم، حيدخل في كل مقاومة تيار يتناسب مع قيمتها بشكل عكسي، على أساس أن المقاومة الأعلى حيدخل فيها تيار أقل، المقاومة الأقل حيدخل فيها تيار أعلى. هنا عندي كمان مثال لكيرشوف، برضو عندي هنا مثلا مقاومتين 100 اوم السابقات، عندي هنا مقاومة موصولة بعديهم على التوالي، لحظة حاولت اتذكر قديش التيار اللي كان هناك، التيار اللي كنا بنحكي عنه في لما كنا حاطين الرسمه هذه بدون المقاومه هذه، كان التيار عندي مش 60 ملي، كان عندي التيار 120 ملي، وكان في كل قناه من هذول او في كل اتجاه بيدخل 60 ملي. المقاومتين هذول متصلتين على التوازي لهم قيمه مكافئه تساوي قديش؟ طبعا 50 اوم. لو انا طبقت القانون تبع التوازي، 1 على ار تي تساوي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2، وعملت الحسبه تبعتي بيطلعوا 50 اوم. لكن احنا هنا ما بنخشش في تعقيد المسائل هذه الرياضيه، لانه من الناحيه العمليه ما فيش عندي تعقيد، عمليا ما فيش عندي تعقيد، انا بركب مقاومات متساويه 50 و50، 100 و100 بيعطيني 50، خلاص الموضوع محسوب. هنا عندي 50 اوم وهنا عندي 50 اوم، يبقى التيار 100 ملي 600 ملي امبير للتنتين، التيار اللي بيدخل من هنا 60 ملي، التيار اللي بيدخل من هنا 60 ملي، لو حطيت مقياس هنا هيعطيني برضه 60 ملي، وين ما اروح هيعطيني نفس التيار، وفي رسمه لتجربه عمليه بس اصلها ببقى افرجيك اياها، اللي هي انه التيار اللي في اي منطقة من هنا، هذه المنطقة فيها تيار كلي، وهذه المنطقة فيها تيار كلي، وهذه المنطقة فيها تيار كلي. التيار توزع بس على المقاومتين هذول، توزع دخل هنا ودخل من هنا وعاود التم هنا وطلع من خلال المقاومة. قانون كيرشوف بتاع الجهد. المجموع الجبري للجهود حول حلقة يساوي صفر. هنا عندي حلقة، هاي الحلقة، هذه هي الحلقة، عندي هنا الحلقة مكونة من بطارية، مقاومة، 2، 3 مقاومات، مقاومة 100 أوم، مقاومة 300 أوم، مقاومة 200 أوم. على حسب نص قانون كيرشوف فلازم
قيم الجهود على هذه المقاومات وهذا المجموع الجبري للجهود اللي هنا حوالين هذا المسار يساوي صفر. كيف قلنا بيساوي صفر؟ قلنا إذا أنا انتقلت هنا من الموجب، يعني من الموجب عفوا من السالب إلى الموجب، من السالب إلى الموجب يعني موجب، وهنا من السالب إلى الموجب يعني موجب، هنا من السالب إلى الموجب يعني موجب، لكن هنا من الموجب إلى السالب تعتبر سالب، فهذا بنجمع 2 فولت زائد 3 فولت زائد 1 فولت وبينقصوا من 6 فولت، فبصير المجموع الجبري بيساوي صفر. الآن أنا الشكل اللي قدامنا هذا شكل كتير بهمنا في عمليات الفحص، شكل كتير بهمنا في عمليات الفحص، عشان هيك أنا هحط هنا مسألة صغيرة وحاسأل سؤال الآن، في واحد قديش حيقيس؟ في اثنين قديش حيقيس؟ عندي هنا هذا عبارة عن مقياس للجهد، بقيس الجهد من السالب إلى النقطة هذه، وبقيس الجهد مرة ثانية من السالب إلى النقطة هذه، فأنا بسأل الآن في واحد قديش حيقيس؟ في اثنين قديش حيقيس؟ في حدا ممكن يجاوب؟ حد ممكن يجاوب على السؤال؟ أرجو أنها تكون الإجابة في واحد يساوي كذا، في اثنين يساوي كذا. طب أنا بدي أحل في واحد. في واحد المهدي في واحد يساوي خمسة. في واحد يساوي خمسة، نعم. في اثنين يساوي اثنين، صحيح أخونا. في واحد يساوي خمسة فولت، في اثنين يساوي اثنين فولت. فهم النظرية هذه يا أستاذ مهدي طبعا والأستاذ إسام، قضية مهمة جدا في فهم عمل الدوائر الإلكترونية، إنه أنا أكون عارف حالي وأنا بقيس إيش اللي بده يحصل معي، إيش القياس المتوقع، ايش هو القياس اللي انا متوقع اقيسه بالساعه، لانه اذا انا ما كنتش متوقع ايش حقيس بالساعه يبقى اي قياس حتعطيني اياه الساعه ملهوش قيمه. يعني اذا انا ما عنديش توقع ايش الساعه بدها تقيس بصير القياس ملهوش قيمه. يعني انا بمسك يعني انا بدا مثلا عندي التيار الكهربي او الجهد الكهربي اللي عندي في البيت، استاذ هاني في 2 تساوي 2، يعني لو انا ما عنديش هنا توقع للجهد الكهربي قديش بيكون، فانا بقيس في الجهد الكهربي اللي عندي قاس 170، 170 فولت. طب 170 فولت ايش انا استفدت منها؟ ماشي يا استاذ سامي، فطالما انه انا ما عنديش فكره عن الجهد اللي انا بدي اقيسه ما فيش قيمة للقياس، عشان هيك أنا هل لازم يكون عندي فكرة إيش اللي أنا بدي أقيسه علشان أعرف حالي حأصل لنتيجة ولا لا. فعندي هنا مقاومة تنتين ثلاثة موصولات على البطارية. المقاومة الأولى قيمتها 100 أوم، والثانية قيمتها 300 أوم، واللي بعديها قيمتها 200 أوم. ليش أنا اخترت 100 و200 و300؟
علشان انا مش هدفي هنا رياضي، يعني انا مش هدفي ايش اعمل حسابات رياضيه في القصه، لا انا هدفي افهم انه الجهد تبع هذه البطاريه حيتوزع كله على هذه المقاومات، في نفس الوقت كل مقاومه حتحجز على طرفيها جهد يتناسب مع قيمتها، كل مقاومه حتحجز على طرفيها جهد يتناسب مع قيمتها، يعني المقاومه ال 300 اوم هتحجز جهد يتناسب مع قيمتها. طبعا الموضوع مش 3 300، لا مش 3 300، يعني هذا اكبر المقاومات يبقى اكبر جهد عليها، هذه المقاومه الوسط يبقى الجهد الوسط عليها، هذه المقاومه الصغيره يبقى الجهد الصغير عليها، مش تاخذ ترتيب الارقام نفسه، لا. عشان بعض مرات واحد بيقول لك يعني المقاومه ال 100 اوم عليها 1 فولت، لا، انت لو حطيت هنا صفر صفر للمقاومات، يعني ال 100 اوم صارت 1 كيلو، وال 300 اوم صارت 3 كيلو، وال 200 اوم صارت 2 كيلو، حتجد نفس الجهود، ليش؟ لانه تم الترتيب هو نفس الترتيب اللي هو ألف، اللي هو يعني قيمه مقابل قيمتين مقابل 3 قيم، يعني 100 و200 و300. ناخذ بالنا من الشكل التالي، عندما اوصل المقاومات قياس الجهد حيكون على طرفي المقاومه، هي هنا طرف للمقاومه وهنا طرف للمقاومه، وهي مقياس الجهد بيجعل في خلال ما بتكون المقاومه موصوله مع الجهد الكهربي. لكن لو كان عندي مقاومتين متصلتين على التوازي، فإذا المقاومتين متصلتين على التوازي يبقى الجهد اللي بقيسه على واحدة هو نفسه الجهد اللي بقيسه على الثانية، يعني سواء كنت حاطط أصابع الساعة على هذه المقاومة هنا أو هنا 1، هنا أو هنا 1، هو نفس الجهد. هنا عندي مقاومة 100 أوم وهنا 100 أوم، حسب قانون التوازي بيطلعوا 50 أوم، فتصبح عندي هنا مقاومة 50 أوم وهنا 50 أوم، يبقى عندي هنا على طرفي هذه المقاومه 3 فولت وعلى طرفي هذه المقاومه 3 فولت. وطب هنا حنقيس قديش؟ بالضبط حيكون هنا القياس 3 فولت. عندما بنحاول نقوم بعمليات الحام دائما نتاكد انه المكوه تبعنا، شوف راس المكوه هنا، لانه طبعا يعني هذه زي ما تقول ايش، زي مراجعه هذه القصه، لانه احنا حكينا في المكوه وفي الحام وفي كل حاجه. لاحظ كيف الراس اللي انا المنطقه اللي انا بدي اشتغل فيها لازم تكون بيضة مصقوله ناعمه، ما فيش فيها ايش وساخه، حتى لو كانت المنطقه اقل، يعني لو كانت المنطقه بس هالقدها، يعني بس على قد النقطة هذه بيمشي الحال، يعني مش شرط، لأنه أنا تقريبا الطول كله نظيف، لكن ممكن لو نصه برضه بكفي. هذا سلك للحام، دائما أنا بحاول أنظف الكاوي تبعي لما أنا بشتغل. هنا زي ما قلت لك إنه أنا هنا في عندك يعني حاب أعمل تمرين الآن على المصابيح، هاي في عندي هنا مصباح وعندي هنا مصباح وعندي هنا كمان مصباح، بس انا فصلت عشان اقيس التيار، انا فصلت عشان اقيس التيار. بنلاحظ مصباح زي هذا، طبعا ما اجاش معي عفوا في الصوره، لا انا خليته طرفه سايب يبقى ما بخشش في الدائره، او مصباح مرمي على شقه برضه ما بخشش في الدائره، يعني ما بيدخلش في الدائره. واضح انه هنا عندي تيار 200 وحوالي 60 ملي امبير، هنا هي مصباح طرف الجهد الكهربي السالب ماشي من المصباح جاي عن طريق الساعه، الساعه محطوطه على ملي امبير، لان انا بقيس تيار، بعدين داخل تيار هنا وداخل تيار هنا،
وبيجي الاثنين على المفتاح، المفتاح في وضع اون، وبعدين بيرجعوا على البطارية. يبقى التيار اللي انا قسته للمصباح هذا يساوي 259 ملي امبير. نفس الدائرة، بس المرة هذه فكيت المصباح، فكيت المصباح هذا، هذا لو هذا لحاله فاجي مرة ثانية. ماشي الحال، الظاهر انا رافع الصورة، لكن برضو لو انا قست التيار تبع المصباح هذا لحاله هيعطيني تقريبا قيمة مقاربة وليس نفس القيمة. بنلاحظ ان القيمة هنا 114، لو رجعنا للتوتال بنلاقيه 260. طبعا لو قلت انا 114 زائد 114 قديش بيطلعوا؟ محدش مركز معايا. 114 زائد 100 228. هنا طبعا القراءة اللي عندي 200 وشيء، طبعا السبب فيها انه المصابيح هذه بالرغم من انها من نفس الشركه لكن هي للاسف مش متساويه، يعني ما بيساووش بعض المصابيح هذول. المصابيح هذول ما بيساووش بعضهم بالمره، يعني انا جبت لو طلعت هي هتلاقي 1 2 3 4 5 ولا واحد، اي واحد 2 3 4 5 ولا واحد مواصفاته تساوي الثاني ولا حتى قرب من بعض، يعني الفروقات اللي بينهم صحيح فروقات مقرفة يعني. عشان هيك اضطريت، لو كانوا المصابيح جيدات المفترض تكون 130 ملي امبير، لكن المصابيح مش جيدات بالمرة، بالمرة مش جيدات. فعشان هيك انا اخترت هنا ان انا اعمل الشغل بتاعي على مقاومات. يمكن مقاوماتها انا مش واضحة صورتهم كتير، لكن هي عندك هنا مقاومة ونفسها هي هذه المقاومة، وهنا كمان مقاومة وهذا نفسها برضه نفس المقاومة، يعني عندي مقاومة 2 3 4 متصلات على التوالي، أربع مقاومات متصلات على التوالي. هنا المفتاح، المفتاح لسويتش أوف أون، أنا ما حبيتش أقطع المسار هذا وخليت المفتاح في وضع أوف، وحطيت ساعة القياس لتبعت التيار على الطرفين هذا المصباح، فقاس معايا 138 ملي امبير، 138 ملي امبير. شوف قطعنا هنا، قطعت الوصله في النص 139، ما فرقتش الفرق بين القياس هذا والقياس هذاك، البطاريه تريحت او ما تريحتش، يعني البطاريه بالعاده اول ما انت بتقيس عليها جهد بكون ممكن الجهد بتاعها 6.2، مرر فيها تيار بزياده ترجع بتصير 6.1، ريحها شوية ترجع 6.2 وهكذا. هذه الفروقات اللي بين ال 138 و 139. لاحظ انه انا فكيت، هي هنا مقاومة ومقاومة وهنا مقاومة ومقاومة، في نص الطريق باخذ نفس القراءة. وايضا لو انا جبت من اي مكان ثاني في المقاومة ثاني قصيت المنطقة هذه وقست، ليش؟ لانه التيار قوة واحد حيمر في جميع المقاومات هو نفسه. هنا بقيس الجهد على المقاومه، هذا الجهد اللي عليها 1.5 فولت او 1.6 فولت تقريبا، والمقاومه هذه عليها 1.4 فولت. الان برضو سؤالي تالي، عندي المقاومات 1 2 3 4 موصولين على التوالي، موصولين على التوالي، عندي مقاومة منهم قست عليها 1.4 فولت، المقاومة قست عليها جهد مقداره 1.5 فولت أو 1.6 فولت، أي هذول المقاومتين أكبر في القيمة؟ ممكن ناخذ إجابة؟ أي هذول المقاومتين أكبر في القيمة؟ يعني هذه المقاومة الجهد عليها 1.58، هذه المقاومة قاست 1.4،
فأي مقاومة أكبر، تبقى هذه ولا هذه؟ طبعا أنا عارف إنك مش هتميز قيمة المقاومة من اللون. أعيد السؤال كمان مرة، عندي مقاومتين متصلتين على التوالي من خلال سلسلة مقاومات، يعني مقاومات كثيرة. عندي واحدة بقيس جهد على طرفيها 1.6، وواحدة بقيس 1.4، فأي المقاومتين أعلى؟ طيب جيد، الأولى مظبوط، الأولى قيمتها أعلى. طب تعتقد يا أستاذ يا فاضل، الأولى قيمتها أعلى، هل تعتقد الفرق بين القيمتين كبير ولا صغير؟ يعني نعطي له نسبة في المية، قديش ممكن يكون الفرق بين المقاومة هذه والمقاومة هذه؟ بدي أكتب قيمة الجهد الثاني اللي هو 1.4، يعني هذه المقاومة عليها 1.5، الثاني عليها اللي هي هذه عليها 1.4. يعني هذه المقاومة عليها 1.5 ولا عليها 1.4؟ كويس أستاذ محمد، الله يسهل عليك يا أستاذ المهدي. بالفعل القيمة يعني حتتراوح بين 5 و10%. طب لو أنا قلت، ولا بلاش، أنا قلت المقاومة هذه المقاومة 100 أوم، 1/10 يذكر، يعني يذكر لأن القيم فعلا قريبة من بعض. طلعت المقاومات فعلا القيمة قريبة من بعض، لكن هذه من القيم اللي أنا بقدر أركب فيها مقاومات على التوالي. هذه من القيم اللي أنا بقدر أركب فيها التيار على التوالي. أي واحد عنده أسئلة أو استفسارات بخصوص قانون كيرشوف الأول أو الثاني يتفضل يسألهن، علشان بدي أطلع من هذا الموضوع وأرجع لقراءة المقاومات الخماسية والثلاثية. ماشي حال، ما حدش في عندي هنا متصلات على التوالي 3 4، المقاومة هذه الصراحة لا تساوي هذه، المقاومة هذه تساوي هذه. لو لاحظنا هذه عليها 1.6 فولت، هذه 1.4 فولت، 1.4 فولت زائد 1.4 فولت قديش؟ 3 فولت، وهذول الثنتين كمان زيهم كمان 3 فولت، يبقى هذا بيساوي جهد المصدر بتاعي اللي هو 6 فولت، لازم الجهود اللي بقيسها انا حوالين هذه المقاومات لازم يساوي جهد المصدر. واحد يقول لي والله جهد المصدر 6 فولت وانت بتقيس 6 وربع او بتقيس 5 او 8 من 10، بقول لك ماشي الحال، في عندنا فروقات في قياس الساعه، فروقات يعني بالعشرات بتروح، يعني مثلا لاحظ الرقم هذا 1.581، يعني في يعني انا هذا بقول عنها 1.6 خلاص، يعني مش هعقد المسائل، يعني انا مش في مختبر فيزياء الان. لاحظ هنا قلنا هذه المقاومه 1.6، هذه 1.4، 1.6 زائد 1.4 قديش بتساوي؟ 3، هذه برضه حتكون 1.6 وهذه برضه حتكون 1.4، يعني هنقول 3، يعني 3 و3 اللي هو 6 فولت، مجموع قيم الجهود على المقاومات في حلقه يساوي جهد المصدر. او إذا أنا بدي أحط جهد المصدر وأحكي في قانون كيرشوف الثاني، بقول المجموع الجبري للجهود حول مسار تساوي صفر. هي نفس النظرية، أهم حاجة إنه أنا أكون فاهم إيش اللي بسويه، أنا بقيس جهد ولا بقيس تيار. طبعا إحنا قياس التيار يمكن ما نقيسش تيار بعد هيك خلاص، يعني بدأ معروف إن الآن تماما ما دام أنا عرفت إنه هذه المقاومة من غير ما أفهم قيمتها أعلى من هذه المقاومة، يبقى خلاص أنا لو قريت المقاومة لحالي بأعرف إذا في عندي مشكلة ولا ما عنديش مشكلة من غير ما أقيس تيار ولا حاجة. في واحد استاذ محمد عيد سؤالك، مش فاهم. 3 مقاومات، وين 3 مقاومات كاملة؟
هنا يا أستاذ محمد؟ نعم نعم هنا قلنا إنه في واحد في واحد تساوي خمسة، قلت اللي هي الاثنين زائد الثلاثة، في اثنين تساوي اثنين فولت، نعم في اثنين بتساوي اثنين فولت، وفي واحد بتساوي اللي هي خمسة خمسة. طبعا لو كان هنا عندي في ثلاثة، واضح انه انا حقيس بين طرفين البطارية، هو بنفسه بين طرفين المقاومة هذه، وحيكون 6 فولت. وقلت انا نظرية فهم القياسات هذه مهمة جدا لأي واحد بده يتعامل بشكل عملي مع المقاومات، يعني ما يخليش الموضوع مجرد نظري، لا، اللي عاوز يشتغل في الأجهزة بشكل عملي لازم يكون عنده استيعاب تام لهذه الحاجة، وبسيطية، يعني هي حاجة بسيطية، يعني عندي هنا مقاومة قديش على طرفيها جهد، أنا بقيس مع الأرضي، يبقى هاي الأرض هنا أو السالب هنا وهنا، هي مقاومة بتحجز على طرفيها 2 فولت، يبقى أنا بقيس 2 فولت. حلقتها بصير عندي هنا، لو أنا بدي أقيس هنا عندي مقاومتين، هذه بتحجز على طرفيها 2 فولت وهذه بتحجز على طرفيها 3 فولت، يبقى الاثنين مع بعضهم بيحجزوا على طرفيهم 5 فولت. الآن بدنا نرجع للمقاومات الخماسية والسداسية، هنحاول ننهيهم في الربع ساعة هذه. عندي الجدول الأساسي الكبير اللي هو هذا، الجدول الأساسي اللي عندي، ده أنا بقدر على أساسه المقاومات، نرجع نتذكر فيهم. اللون الأول ناخذ القيمة تبعته بننزلها تصقيف على تحتها، اللون الثاني كذلك الأمر. إذا كانت المقاومة رباعية ثلاثية، طبعا بحكي عن المقاومة اللي فيها 3 ألوان زائد لون نسبة الخطأ، معنى ذلك إنه هذا الجدول الخط هذا أنا ما بستخدمهوش، مش لازم الخط هذا أنا ما بستخدمهوش، بضل عندي 1 2 3 4. يبقى هذا اللون الأول بسقط قيمته زي ما هي، اللون الثاني بسقط قيمته زي ما هي، وبآجي بأضرب في معامل الضرب، معامل الضرب تبع اللون الفضي 1 من 100، معامل الضرب بتاع اللون الذهبي 1 من 10، معامل الضرب بتاع اللون البرتقالي 1000 أوم أو 1 كيلو، معامل الضرب بتاع اللون البنفسجي 10 ميجا، وبنحكي في عملية الضرب وبتمشي بيمشي معنا الموضوع. اليوم بدنا نحكي في المقاومات الخماسية. الخماسية احنا هنضيف خامة. هنضيف خامة، اللون المقاومة الخماسية ما فيش فيها معامل حراري، يعني ما فيهاش معامل حراري. تختلف عن السداسية انه فيهاش معامل حراري. وحلقات الدلالة بيزيدوا حلقة، يعني الحلقة اللي بتزيد عن الرباعية اللي حلقة لون دلالة، لون دلالة زيادة بتزيد. يعني أنا عندي مقاومة مثلا 220 أوم، بقدر أجيب مقاومة 220 بالثلاثية، لكن 222 بقدرش أجيبها بالثلاثية، لازم أستخدم الرباعية. معنى ذلك أن رباعية الحلقات غير معامل الضرب، غير نسبة الخطأ. يعني المقاومات الخماسية وكذلك السداسية بيدوني كسور زيادة، يعني بدوا يعطوني مقاومات أكثر دقة، يعني بيعطيني مقاومة أكثر دقة. يعني مثلا هنا عندي 2200 أوم، المقاومة هنا 2200 أوم، 2200 أوم بقدر أجيبها بالمقاومة ذات ال3 حلقات زائد نسبة الخطأ، وبقدر أجيبها طبعا بالخماسية والسداسية. لكن لو كانت 2220 اوم، لو 2220 اوم ما بقدرش اجيبها الا في الحلقات الخماسيه والسداسيه.
يبقى حنقول اللون قيمته التالي معامله دار مس اللي هو نسبه الخطا. اللون الخامس هو نسبه خطا. نسبه الخطا عندي الذهبي 5%، الفضي 10%، البني 1%، الاحمر 2%، الاخضر 0.5%، الازرق 25%، واللون البنفسجي طبعا يعني المقاومه اللي فيها اللون البنفسجي نسبه خطا هي مقاومه بالغه الدقه. كيف بنقرا المقاومه؟ بنمسك المقاومه على اساس انه يكون احد الوان الدلاله على اليسار، الوان الدلاله اللي هي الالوان هذه اللي بنحكي عنها هنا، يكون لون على اليسار ولون نسبه الخطا على اليمين. هنا في عندنا ملاحظات حوالين قراءه المقاومات هذه، كيف نتعرف على لون نسبه الخطا. طبعا ما تبصش هنا على الالوان هذه لانه مع التصوير الالوان مش حقيقيه، يعني هذا اللون مش اسود، هذا قد يكون بني. بنلاحظ انه لون نسبه الخطا اسمك من الالوان هذه كلها، يعني هو اسمك من جميع الالوان. لاحظ السمك بتاعه اكثر، او ممكن يكون هو ابعد عن كل الالوان، يعني ابعد واحد عنه. ممكن يكون هو الاسمك وممكن يكون هو الابعد زائد الاسمك، يعني هو اسمك من هذولا وكذلك ابعد. ممكن يكون لون نسبه الخطا ابعد عن الحفه، يعني لاحظ ان كل المسافات بين المقاومات تقريبا متساويه، يعني هذه افرقت شويه صغيره وبرضه هنا افرقت، لو ما افرقتش هنا برضه بتيجي هنا. يبقى عندك الثلاث حالات، حاله انه هو لون اسمك، لون اسمك، في عندك حاله انه ابعد وكذا ابعد عن باقي الالوان او ابعد عن الحفه، فكل الحاجات هذه دلائل بتحاول تعرفني وين هو لون نسبه الخطا عشان بس احطه على اليمين. اهلا وسهلا بك استاذ يحيى، اليوم ما فيش حضور عندنا، بصراحة ايش دعوتهم الشباب؟ ماشي الحال، برجع بقول لون نسبة الخطأ أكثر حاجة أنا كإنسان يعني شغلي محدود، يعني سواء أنا لو بدي أصمم حتى دوائر، يعني انا حصمم دوائر محدوده، يعني مش هشتغل تاجل، يعني مش حصمم ساعه قياس. ساعه القياس فعلا بلزم لها دقه متناهيه في قيم المقاومات، وباهتم بلون نسبه الخطا والمعبر الحراري اللي حيكون في المقاومات السداسيه. لكن في شغلنا لما انا بدي اصمم دائره او حاجه مش كثير بهمني لون نسبه الخطا، كل اللي بهمني فيه ان انا احطه على ايدي اليمين، لكن هذا لا يعني انه احنا ما نفهمش ايش كيف نتعامل معه، يعني نفهم كيف نتعامل معه. فعندي اما انه يكون هو الاسمك او هو الابعد عن باقي الالوان او هو الابعد عن الحفه، هي عندي ثلاث حاجات بتحاول تخليني اعرف. وليش انا بتوه في هذا اللون؟ لانه لو انا رجعت للجدول تبعي هلاحظ انه هم اضافوا لي الوان بنفسجي، ازرق، اخضر، احمر، بني، هذه الوان دلاله وهي اصبحت الوان نسبه خطا برضه. فبالتالي اصبح مطلوب مني اميز هذا اللون، هل هو لون دلالي ولا لون نسبه خطا؟ بالنسبه للنت ضعفه بالفعل انا لما رجعت الدرس اللي فات لقيت انه انا بحكي في حاجه والفيديو مش واصل الها، يعني عنده الفيديو لما اتفرجت على الشريط ما كانش واصل للحاجات اللي انا بحكيها، وبالتالي فكرت اني ما احطش فيديو الا اذا كان حاجات محدوده. ما
نحاول نشوف المقاومة اللي قدامنا هنا. عندنا هنا مقاومة لون بني بنفسجي أصفر ذهبي بني. طبعا القيم مش كثير واضحة، أحاول أدربها شوية. هنا أنا بأعطي مثال للمقاومة. اللون البني بيعني واحد، أي واحد. اللون البنفسجي بيعني السبعة، هاي السبعة، هاي الواحد تبعت البني، هاي السبعة. اللون الأصفر بيعني أربعة. اللون الذهبي هنا معامل ضرب، معامل الضرب تبع اللون الذهبي اللي هو واحد من عشرة. معامل ضرب اللون الذهبي واحد من عشرة، يبقى بصير عند المقاومة عبارة عن 174 ضرب واحد من عشرة وتساوي 17 أوم وأربعة من عشرة. لاحظ الأربعة من عشرة هذه مستحيل أقدر أجيبها إذا كان عندي مقاومة رباعية، يعني ثلاثة يعني اثنين دلالية، واحد معامل ضرب، واحد نسبة خطأ، بقدرش أجيب فيها مقاومة 17 أوم وأربعة من عشرة. بدنا نحاول هنا نقرأ قيمة هذه المقاومة. عشان نقرأ القيمة تبعتها، اللون الأولاني البني، اللي بعديه أزرق، هكتب بالعكس، بني اللي هو لون نسبة الخطأ، وهنا بني، وكمان بني، وأزرق، وبني. بني بني، فمن اليسار بني أزرق بني بني بني. حدا يحاول يساعد معايا نعرف قديش قيمة هذه المقاومة. أحط الألوان هنا عشان أوضح. حاولوا تستوعبوا معايا الأرقام، بني أزرق بني هننزله زي ما هو، الأزرق هننزله زي ما هو. اليوم احنا بنحكي عن مقاومة خماسية، يبقى البني اللي بعد الأزرق برضه هينزل كما هو. بعدين هنضرب في معامل الضرب تبع اللون البني هذا، يعني البني هذا واحد هيو، اللي بعديه أزرق هيو، اللي بعديه بني برضه هيو. هذا البني اللي هو معامل الضرب، معامل الضرب هذا بيساوي 10 وهذا نسبة الخطأ. حاول استاذ يحيى تمشي معانا الموضوع، اقرا كويس. بني 1 ازرق 6، بني 1 ضرب 10، معامل ضرب البني هي. معامل ضرب اللون البني هي 10. يبقى 161 ضرب 10. معامل ضرب البني 10. يا أستاذ فهمتوا القيمة قديش ولا أعيد كمان مرة؟ طيب نحاول نطلع ألوان المقاومة هذه. نقول بني أزرق أبيض أسود بني.
اللون الأخير أنا لسه ما حكيتش عنه، اللي هو نسبة الخطأ. نسبة الخطأ اللون الأخير اللي هو نسبة الخطأ، يعني اللون البني الأخير اللي هنا هو لون نسبة الخطأ، يعني نسبة الخطأ فيها 1%، يعني نسبة الخطأ اللي هو البني هذا 1%، نسبة خطأ 1% اللي هي 1:6:9. أسود اللون هذا يا أسود، أسود اللون هذا، أسود اللون هذا، أسود لون أسود. اشتغل على 4 ألوان، سيبك من نسبة الخطأ، سيبك قديت من نسبة الخطأ. نسبة الخطأ قلت لك هذه تلزمنا لما نصمم دوائر دقيقة جدا، طالما احنا نصمم دوائر عادية نسبة الخطأ خليها 10 بس عشان تعرف انه هذا على ايدك اليمين. وفي ناس كثير بتلبس الساعة عشان تعرف اليمين ولا الشمال، يعني 169 أوم. أهلا أستاذ عصام. لأنه إحنا بالمقاومة الخماسية والسداسية قريتهم زي بعض، الخماسية والسداسية قريتهم زي بعض، بس في السداسية حيزيد معايا المعامل الحراري، برضه المعامل الحراري بهم في التصميم أكثر. طب ماشي، أنا إن شاء الله يعني الوقت قرب ينتهي، حنكمل قراءة المقاومات الحلقة الجاية برضو إن شاء الله. هنا أنا بتحدث عن لون تبع نسبة الخطأ اللي هو نسبة الخطأ 1 في قيمة المقاومة العالمية، نفس اللي حكيناه في المقاومات الرباعية، بيطلع نسبة الخطأ طبعا صغيرة جدا. طبعا مش هنحكي في السداسية اليوم، لكن السداسية هي نفس الخماسية، يعني إن شاء الله الدرس الجاي بنبدأ من هذه النقطة في قراءة المقاومات السداسية. إلى اللقاء إن شاء الله.